حضارة شعب اللولوبي، العصر البرونزي. الخط الزمني للحضارة 3100 إلى 675 سنة قبل الميلاد، قبل الحقبة العامة. المكان جبال زغروس غرب إيران وشرق العراق. كان شعب اللولوبي ذو ثقافة قديمة في غرب إيران وبلاد الرافدين، ظهرت في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد، في حين أن السجلات التاريخية محدودة، إلا أن بعض المراجع الأثرية من بلاد ما بين النهرين والحضارات الأخرى توفر بعض الأفكار حول صعودها وسقوطها. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً. أصل شعب اللولوبي. من المهم أن نلاحظ أن شعب اللولوبي تواجدوا خلال فترة العصر البرونزي، وأن أصول العديد من الثقافات القديمة من تلك الفترة يمكن أن يكون من الصعب تتبعها على وجه التحديد بسبب السجلات التاريخية المحدودة. تشير الأدلة المتاحة إلى أن شعب اللولوبي من المحتمل أن يكونوا السكان الأصليين في منطقة جبال زغروس في غرب إيران، وتحديداً المنطقة التي تشمل جبال زغروس في مقاطعة كرمانشاه في إيران وشهر زور في محافظة السليمانية في العراق. لكن التفاصيل المحددة لأصولهم وتاريخهم المبكر تظل خاضعة للبحث والاستكشاف المستمر. كانت الحدود القديمة غالباً أكثر مرونة وعرضة للتغيير مقارنة بالحدود الجيوسياسية الحديثة. وفرت جبال زغروس بيئة مناسبة لتوطينهم ونموهم الثقافي. قدمت التضاريس الجبلية دفاعات طبيعية وإمكانية وصول محدودة، مما سمح لهم بالتطور بشكل مستقل والحفاظ على هويتهم. صعود حضارة اللولوبي. هناك عدة عوامل ساهمت في ظهور وصعود شعب اللولوبي، وهي: الموقع الجغرافي. سكنت قبيلة اللولوبي المنطقة الجبلية في غرب إيران، والتي وفرت دفاعات طبيعية ووصولاً محدوداً إلى أراضيها. سمحت لهم هذه الميزة الجغرافية بالتطور بشكل مستقل والحفاظ على هويتهم الثقافية. العامل السياسي. توسع شعب اللولوبي في سلسلة من دول المدن، كل من هذه المدن يحكمها ملك محلي. كانت دول المدن هذه تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي، ولكنها حافظت على انتماءات مع بعضها البعض وشكلت اتحاداً كونفدرالياً. سمح هذا الهيكل السياسي بتوفير جبهات موحدة ضد التهديدات الخارجية. تعتبر مدينة لولوبونا أو لولوبان واحدة من أبرز المدن المعروفة المرتبطة بشعب اللولوبي. كانت عاصمتهم وكانت بمثابة مركز سياسي وثقافي مهم. العامل الاقتصادي. ازدهرت هذه الحضارة من خلال الزراعة والري والتجارة، حيث قاموا بزراعة المحاصيل على المنحدرات الخصبة لجبال زغروس، وشاركوا في التجارة مع المناطق المجاورة لهم. العامل الاجتماعي. المعلومات التاريخية المتاحة عن شعب اللولوبي محدودة نسبياً ومشتقة بشكل أساسي من مراجع قدمتها حضارات أخرى في بلاد ما بين النهرين. غالباً ما تذكر هذه المراجع شعب اللولوبي وتفاعلاتهم مع المجتمعات المجاورة. تذكر بعض المراجع بعضاً من أسماء ملوك وحكام هذا الشعب، ولكنها لا تقدم عادة معلومات مفصلة عنهم. قد تكون السجلات التاريخية قد ضاعت أو دمرت أو لم يتم حفظها ببساطة. من المهم ملاحظة أن عدم وجود تفاصيل تتعلق بأسماء الملوك لا ينبغي أن يقلل من الأهمية التاريخية لهذه الحضارة ككل. من أبرز أسماء ملوكهم المذكورة: أولاً الملك إيماشكوش، ثانياً الملك آنوبانيني، ثالثاً الملك ساتوني، والذي هزم على يد الملك نارامسين ملك الإمبراطورية الأكادية وحفيد الملك سارجون الأكادي،
ذكرنا سابقا في الحلقة الثامنة أنه تم توثيق هذا الانتصار في مسلة النصر للملك نارامسين المعروضة في متحف اللوفر بباريس. أما بخصوص الدين فإن الكهنة والشخصيات الدينية قد لعبوا دورا مهما في الحضارات القديمة، وكان من الممكن أن يكون لدى شعب اللولوبي شخصيات دينية احتلت مناصب مهمة في مجتمعهم. من المحتمل أن يكون هؤلاء الكهنة والزعماء الدينيون يؤدون طقوسا واحتفالات لعبادة آلهتهم وضمان رفاهية مجتمعهم. ربما كانوا قد عملوا أيضا كمستشارين للنخبة الحاكمة وقدموا الإرشاد الروحي للمجتمع. من الضروري معرفة أن تحديد وفهم تاريخ شعب اللولوبي من حيث التكوين، الطبقة الاجتماعية وأماكن المدن القديمة بحضارة شعب اللولوبي لا يزال موضوع بحث واستكشاف مستمر. قد توفر المزيد من الاكتشافات والتحليلات الأثرية رؤية إضافية حول هذه الحضارة في المستقبل. سقوط حضارة اللولوبي. التفاصيل المحددة لسقوط هذه الحضارة ليست موثقة جيدا في السجلات التاريخية والمعلومات المتاحة قليلة، ومع ذلك بناء على الأنماط التاريخية العامة والتفاعلات مع الحضارات المجاورة يمكننا التكهن ببعض العوامل التي ربما تكون قد ساهمت في تراجعها. أولا، شكل ظهور الحضارات المجاورة القوية المنافسة ولا سيما الإمبراطورية الأكادية تحت حكم سرجون الأكادي، حيث شكل تهديدا كبيرا لشعب اللولوبي. سعى الأكاديون لتوسيع أراضيهم وفرض سيطرتهم على طرق التجارة التي تمر عبر أراضي شعب اللولوبي. أدى هذا الضغط الخارجي إلى إضعاف هذه الحضارة تدريجيا، مما أدى إلى إخضاعهم وفي النهاية إلى ضم أراضيهم إلى الإمبراطورية الأكادية. وأيضا غزوا كلا من الإمبراطورية السومرية الجديدة المتمثلة بسلالة أور الثالثة والإمبراطورية الآشورية الحديثة لمناطق شعب اللولوبي وإخضاعهم. ثانيا، الاضطراب الاقتصادي. الغزو الأكادي كان سيعطل طرق التجارة في حضارة شعب اللولوبي والوصول إلى الموارد اللازمة. من المحتمل أن يكون لفقدان السيطرة على التجارة وفرض الجزية أو الضرائب من قبل الأكاديين آثار سلبية على اقتصاد اللولوبي. كان من الممكن أن يكون هذا الاضطراب الاقتصادي قد ساهم في تراجع الرخاء وإضعاف الهيكل المجتمعي العام. ثالثاً، الاستيعاب الثقافي. بعد الغزو الأكادي كانت حضارة شعب اللولوبي قد خضعت لعملية استيعاب ثقافي. فرض الأكاديون ثقافتهم ولغتهم وأنظمتهم الإدارية وممارساتهم الدينية على الأراضي المحتلة، بما في ذلك منطقة اللولوبي. كان من الممكن أن يؤدي هذا الاستيعاب إلى تآكل هوية شعب اللولوبي الثقافية مع مرور الزمن. وبذلك نصل لختام جولتنا في حضارة اللولوبي، إلى أن نلقاكم في جولة أخرى لمملكة وحضارة أخرى في العصر البرونزي. نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم، ونتمنى أن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات وأن تضغطوا على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.